أيها السادة، عودا كريما إلى ساحة القرآن الكريم. ومع فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الهادي العرباوي، وكما يقولون للهنداوي إن كنت غاوي فاسمع العرباوي ابن قرية الحلمية. وأسأل الله عز وجل أن يطيل في عمري لأراه يوما علما بالإذاعة المصرية، فهو كل يوم يرتقي منصة التلاوة متدرجا بأنحاء الجمهورية ذاكرا مع اسمي، اسم الحلمية، يتفضل مشكورا. أسأل الله تعالى له التوفيق وأن ينفعنا بتلاوته، لتكون التلاوة هي تلاوة الختام، فليتفضل مشكورا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها، لا يسمعون حسيسها، من اشتهت أنفسهم خالدون. لا الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم
الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. يوم نطوي السماء
طي السجل للكتب يوم نضوي السماء للكتب كما بدأنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا إن في هذا لبلاغا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في Yeah.
وما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل فهل أنتم مسلمون؟ وما فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم إنه يعلم الجهر من القول ويعلم Oh,
إنه يعلم الجهر من القول ويعلم إنه يعلم الجهر من القول ويعلم فإن وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا البحار فجرت. وإذا القبور بعثرت. خلقك فسواك فعدلك. يا رب يا رب يا رب يا رب. اهل الناس اهل الناس وحدات. لا يا عم لا اصحاب فضل عليها فضل اصحاب فضل والله. انا من غيرهم ما اسواش حاجه والله. واذا البحار فجرت. واذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الذي خلقك فسواك فعدلك. يا كلا بل تكذبون بالدين.
بديني وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. كلا بل تكذبون بالدين. كلا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وما أدراك ما يوم الدين وما
بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين.
كتاب مرقوم يشهده المقربون إن على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم إن الأبرار على
ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه تسنيم عينا يشرب بها المقربون الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الفاتحة زيادة في شرف النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وأصحابه الأعلام وإلى روح راحلتنا الكريمة في مسواها وأمواتنا وأموات المسلمين جميعا لهم منا ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق فاتحة الكتاب وما حول وبحق ما بها من معان وعبر وأسرار وسبحانك ربنا أنت الملك العزيز الغفار اغفر للأم الراحلة الكريمة ذنوبها والأوزار وشفع فيها نبينا المصطفى المختار واجمعها على حوضه يوم القيامة بصحبة الأطهار واجعل لها في الجنة مستقرا وقرار بفضلك وكرمك يا عزيز ويا غفار.
واجعل خير اهلها من بعدها مدرار، وارزقهم الامن والسلام والاستقرار، امين امين يا رب العالمين. هكذا ايها الاخوة الحضار ختمت على خير ليلتنا القرآنية بتلاوة طيبة مباركة لعلم اذاعات الجمهورية فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الحميد العرباوي لعلم القرآني والتهادي محمد عبد الهادي العرباوي العلم القرآني وابن هذه البلدة الطيبة لها، شاكرين الى فضيلته والى حضراتكم جميعا باسم المحاج محمد عرابي والحاج ابراهيم عرابي والحاج علاء عرابي والحاج احمد عرابي والاستاذ ممدوح عرابي والاستاذ اسلام عرابي والاستاذ مصطفى عرابي وباسم كل آل عرابي وباسم عائلات السولمة وعائلات الصياس ايضا نشكر الى كل من شرفنا باداء واجب العزاء. تقدم بجزيل الشكر للسيد النائب الجسور صاحب الخدمات التي لا تنسى والواجبات التي لا تحصى ولا تعد، السيد النائب الاستاذ الدكتور محمد سليم. واشكر ايضا للحاج محمد ابو عوض كبير تجار السوق بالجمهورية. اشكر ايضا للحاج لطفي ابو سلامة والحاج صلاح الصياد والحاج عادل الصياد والحاج جمال الصياد والحاج سعيد الصياد. واشكر ايضا للحاج عبد المنعم العريني والحاج حمودة العريني والاستاذ عبد الرحمن العريني. واشكر ايضا للسيد المهندس محمد حمودة العريني والاستاذ مصطفى العريني والحاج حسني علي عبد الله والحاج ناصر عبد الحميد. واشكر ايضا للحاج مصطفى عادل العريني والحاج احمد ابو عرابي الكبير والحاج احمد ابو صيام. واشكر ايضا للسيد المهندس حسن العريني والحاج محسن ابو صالح. واشكر ايضا للحاج علي السيد حسني والسيد المهندس ممدوح العريني والحاج صبحي ابو محمود والحاج عصمت العريني والحاج شاكر عبد اللطيف. واشكر ايضا للحاج جميل العريني صاحب الدعوة الكريمة والجند المجهول في هذه الليلة القرآنية. واشكر ايضا للسيد المهندس احمد جودة والى كل من شرفنا باداء واجب العزاء. واشكر مرة اخرى الى الحاج محمد ابو عوض كبير تجار السوق بالجمهورية. وطن اخوة الايمان نقلنا لحضراتكم هذه التلاوة من الفراشة الفندقية والانارة الذهبية ادارة اولاد حجاب والهندسة الاذاعية الكليني وواجبات ضيافة الفندقية الكابتن عطية الدولي ابو حماد ومصورنا الليلة وعمدة المصورين مهندس ناصر صلاح. وطن اخوة الايمان شكر الله سعيكم جميعا ولا اراكم مكروها في عزيز عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.